بسم الله الرحمن الرحيم. تعريف بهندسة الحواسيب والأتمتة قسم التحكم الآلي والأتمتة الصناعي. البداية المحاضرة موجهة للطلاب الراغبين بالدراسة بهذا التخصص لحتى يعرفوا عن الحياة الجامعية، عن الدراسة، عن المواد اللي بتتاخذ بهذا التخصص. أول شيء رح ناخذ مقدمة تعريفية، بعدين رح نستعرض بعض المشاريع التحكم والأتمتة العالمية لحتى ناخذ فكرة عامة عن التحكم والأتمتة، الحياة الجامعية والدراسة، مشاريع عملية طلابية، وبالنهاية مستقبل هذا التخصص. المقدمة: هندسة التحكم والأتمتة. بالبداية، هندسة التحكم والأتمتة هي قسم من هندسة الكهرباء. هي هندسة تعتمد على الهاردوير بالإضافة إلى السوفتوير. طبعا تحكم الأتمتة يعني قيام بالمهام بشكل آلي دون التدخل من البشر، جعل المعامل المصانع تعتمد على الآلات أكثر من الإنسان. ممكن أنه تعتمد على الآلات أو الروبوتات أو الأزرع الروبوتية بشكل كامل أو بشكل جزئي، ممكن تم في تفاصيل معينة بحاجة إلى الإنسان. الفائدة من كل هالشي هو زيادة الإنتاج. الآلة بتشتغل أسرع وأدق بكتير من الإنسان، طبعا وقت أقل بكتير. وقت نقول التحكم وأتمتة يعني طبعا التحكم لازم يكون مبرمج. بعض المشاريع التحكم الأتمتة: مشروع أتمتة معمل لتصنيع السيارات. مثل ما أنا شايفين خط سير لإنتاج السيارات. هذا الخط السير يقوم بتصنيع السيارات من الصفر. تتعاون الأزرع الروبوتية، كل زراعة لها مهمة معينة، من لحام، من تطبيق إلى آخره، لإنتاج السيارات. ممكن أنه تكون أحد المهام خطيرة على حياة الإنسان، مما يتيح للآلة والزراعة الروبوتية والروبوت أن يقوم بها عن الإنسان لضمان سلامته. ممكن كمان أنه تكون نحن بحاجة إلى دقة معينة، دقة كبيرة ممكن تكون بالعمل والإنتاج. المنتج ممكن ما يقدر يحقق الإنتاج الإنسان، لكن الآلة بتقدر تحققها بنسبة تصل للمية بالمية أحيانا. مشروع أتمتة مستحضرات طبية، ممكن بالتعاون مع الكيميائيين والأخصائيين معينين، انه يتفقوا على كمية الخلطات مع مهندس التحكم الأتمتة حتى يقوم بالخلط، أتمتة عملية الخلط والفرز والتصنيف والتغليف، وبالنهاية أتمتة خط سير المنتج كله. تحكم الأتمتة في أبحاث الفضاء والاتصالات. نظريات التحكم الحديثة أثبتت جدارتها بأبحاث الفضاء والاتصالات، والدليل انه كل ما لا ابحاث الفضاء والاتصالات بالاقمار الصناعية في تطور مستمر الى الان. التحكم الاتمتة في السيارات، ممكن انه تكون السيارات ذات نظام تحكم واداء عالي، ممكن تكون تحكم كامل أو تحكم جزئي، ممكن تكون قيادة آلية أو تحكم بالسيارة عن بعد. من تحكم بالسيارة عن بعد، ممكن ما تعرفوا المعلومة، ممكن يكون شخص يمتلك سيارة فيها نظام تحكم حديث، أنه مثلا يرتكب مخالفة تجي رسالة أنه يوقف لحتى يتم مخالفته أو شيء ما، مثلا ما بده، مثلا ما بيوقف، فبيقدروا أنه يوقفوه بمكانه ويجوا مثلا يخالفوا أي إيقاف السيارة بشكل مباشر عن طريق تحكم عن بعد. بعض المساوئ: المساوئ لا تذكر بالناحية الهندسية والعلمية، لكن ممكن إذا بدنا نأتمت معمل أو مصنع كامل مثلا، أنه من أحد المساوئ أنه التكلفة عالية وعالية كتير. بعض المساوئ اللي تذكر أنه ممكن أنه تسبب بطالة، لأنه مثلا ليكون عندنا معمل أو
خط سير يدوي يعتمد على الموظفين، مثلا بده 20 موظف، بأتمتة هذا الخط ممكن انه يكون يختصر هذا الشيء كلياته لموظف واحد مراقب لهذا الخط. الحياة الجامعية والدراسة. هلا بهندسة التحكم والأتمتة بنفوت هندسة الحواسيب، عندنا 5 سنين دراسة، مرحلة الدراسة الإعدادية 3 سنين، ومرحلة الدراسة التخصصية اللي بنفترق فيها بين حواسيب وتحكم هي مدتها 2 سنين. بعض المواد الدراسة الإعدادية هي تكملة مثلا للبكالوريا، مثلا ممكن ناخذ مقررات بالرياضيات، ناخذ رياضيات تحليل عددي، تحليل رياضي، جبر خطي، رياضيات متقطعة مثلا، عدة مواد برياضيات تتم لما أخذناه بالبكالوريا تطوير عنه. بالفيزياء ممكن انه يكون رح ناخذ مقررين، فيزياء واحد وفيزياء اثنين، كمان تتم لما أخذناه بالبكالوريا. أسس الكهربائية رح ناخد 3 مقررات هامة، اللي هي أسس هندسة الكهرباء، والدارات الكهربائية 1، دارات كهربائية 2. بالنهاية رح نقدر نكون نحلل ونصمم الدارات الكهربائية بشكل عام. العلوم الإلكترونية رح ناخد كمان 3 مقررات بالعلوم الإلكترونية، أسس هندسة إلكترونية، ودارات إلكترونية 1، دارات إلكترونية 2. بالنهاية رح نقدر نحلل ونصمم دارات إلكترونية وبمستويات تعقيد مختلفة. البرمجة بالبداية رح ناخد مقرر اللي هو مدخل إلى الحاسوب، رح ناخد مبادئ البرمجة فيه، بعدين رح ندخل بالبرمجة 1، ناخد فيها البرمجة بلغة C++، وبعدين في عنا البرمجة غرضية التوجه بمقرر البرمجة 2، رح ناخد بعدين خوارزميات وبناء المعطيات اللي تصنف من ضمن المواد البرمجية. علوم الحاسوب رح ناخد مقرر مبادئ وأساسيات الحاسب، النظم المنطقية وبنيان الحاسب. بالأساسيات الحاسوب، مبادئ والأساسيات، رح ناخد طرفيات الحاسوب، كيفية عمل هذه الطرفيات مع الحاسوب، لغة الآلة، كيفية فهم الكمبيوتر للغة الإنسان المكتوبة، ذلك عن طريق فهم أنظمة ودراسة أنظمة العد. النظم المنطقية رح ناخد فيها، رح نتعرف على البوابات المنطقية، رح نتعرف على العدادات، على القلابات، نقدر نصمم دارة منطقية. ممكن انه بمخبر هاي المادة انه عن طريق برنامج محاكاة نحاكي الدارة اولا، وبعدين نصممها على الواقع على بوردات وتست بورد عملية. بنية الحاسوب ممكن ان بهذا المقرر البنيان بالحواسيب بياخدوا بنيان حواسيب متقدمة. نحن بالتحكم رح ناخد مقرر 1 اللي هو بنيان الحاسوب، رح ناخد فيه كيفية تناقل البيانات بين الطرفيات، تناقل البيانات مع المعالج، الذواكر، الكاش، كيفية دورات الآلة. بالنهاية رح نكون مطالبين بالمخبر بتصميم وإنشاء معالج 4 بيت. يعني بنهاية هاي المادة لازم يكون الطالب مساوي معالج 4 بيت. نحن المعالجات اللي عندنا 32 بيت و64 بيت، المبدأ 1 من 4 بيت بس. التحكم التقليدي ممكن انه ناخد مادتين، رح ناخد مادتين تحكم، تحكم 1، تحكم 2 خلال السنين 3 الاعدادية.
بهدول المواد نقدر نحن نساوي نموذج للتحكم، أو عن طريق نموذج معين، النموذج يعني المعادلة الرياضية التي تصف المنظومة اللي عندنا، أو مثلا من خلال هذا النموذج نقدر نبني هذه المنظومة. مثلا الشبكات، رح ناخذ مقرر بالشبكات، رح ندرس فيها أنواع الشبكات، أنواع السويتشات، الراوترات، كيفية الوصل بيناتهم، سبنيتنج، تي سي بي اي بي، يو دي بي، بروتوكولات النقل يعني، وأساسيات الشبكات بشكل عام. في عندنا مقرر الذكاء الصناعي، ناخذ مبادئ الذكاء الصناعي. بننتقل للمواد التخصصية بالسنتين، تخصصنا تحكم، رح ناخذ أهم مواد تخصصية اللي هو مثلا إبصار الحاسوبي، في عندنا النظم الروبوتية، الشبكات العصبونية، الإلكترون الصناعي، والتحكم اللاخطي، والتحكم العائم، والشبكات الصناعية. الإبصار الحاسوبي، إبصار الحاسوبي بشكل عام إنه جعل الكمبيوتر يفهم الصور اللي المدخلة إليه، معالجتها وتحليلها لحتى يستخلص منها المعلومات المفيدة. نظم الروبوتية، رح نقدر نتعامل مع ذراع روبوتية معينة نحللها، أو أي ذراع ممكن نقدر نحللها، نقدر نساوي مسارات الحركة لهذه الذراع، نفهمها، نفهم كيفية عمل الذراع الروبوتية بشكل عام. الشبكات العصبونية، رح نقدر رح ناخد فكرة عامة عن الشبكات العصبونية، ومجال تطبيقاتها بشكل عام. التحكم اللاخطي، التحكم اللاخطي هو مجال أوسع من التحكم اللي أخذناه، تحكم واحد، تحكم اثنين، هي تحكم خطي كانوا. التحكم اللاخطي بالإضافة يدخل كل شيء بالحياة، مثلا هو لا خطي مثل الضجيج اللي بيأثر على المنظومة، كنا ندرسها بشكل خطي بدون تأثير مثلا الضجيج، هلأ ندرسها بتأثيرات خارجية معينة. التحكم العائم، رح ندرس مقرر، ناخد أساسيات التحكم العائم، نقدر نصيغ قواعد للتحكم. شبكات صناعية، شبكات اللي بتشتغل بالمعامل بالمصانع، نستخدم فيها البي ال سي، الاتش ام اي اللي هي واجهة التخاطب مع المستخدم، السيرفرات والسويتشات العادية، ممكن انه يكون الوصل وصل شبكة عادية ايثرنت. مشاريع عملية للطلاب، بعض المشاريع الطلابية لسنة 2013، مشاريع التخرج على سبيل المثال، مشروع التحكم بالكرسي المتحرك بواسطة الإشارة الدماغية، في عندنا مشروع محاكاة الذراع البشرية بواسطة ذراع روبوتية مثبتة على عربة عن طريق شبكة لاسلكية، مشروع تصميم آلة مؤتمتة لتنظيف الأنابيب المخبرية، مشروع بناء إدارة المنشآت باستخدام الشبكات الصناعية والربط مع الأجهزة الذكية، مشروع تصميم آلة لطباعة الأجسام بشكل ثلاثي الأبعاد. طبعا هاي المشاريع تم تصميمها وتنفيذها وتم عرضها بدفعة 2013. مستقبل التخصص، قبل مستقبل التخصص حابب أرجيكم على فيديو ممكن إنه نحن كيفية بمخبر الروبوتية قدرنا مثلا نساوي، مثلا ممكن فراش،
آثار الحركة تحديدا وطرق الحل تتم دراستها بالمخبر. العمل بسرعة الدوران هذا الشيء بيعطينا فكرة عامة عن الأجهزة اللي ممكن معنا. هلا إذا بدنا نحكي على مستقبل التخصص، يعني اللي ممكن يصير مثلا في المهندس تحكم بعد ما يتخرج، ممكن مهندس إشراف ومراقبة، تحصيل البيانات ومراقبة أداء العمل. غرف من غرف التحكم والإشراف مثلا عندنا هي غرفة، مثلا في عندنا هي غرفة، محلل ومصمم نظم مؤتمتة، مهندس موقع، إشراف وصيانة، ومهندس ذكاء صنعي. هلأ أنا بنصح اللي بده يفوت هذا الفرع إنه يكون ينمي مهاراته بالأتمتة والتصنيع وبالروبوتكس، حتى يكون الموظف المثالي اللي كل الشركات ترغب بتوظيفه. بالنهاية نشكر لكم حسن إصغائكم. السلام عليكم.